السلام عليكم. اليوم إن شاء الله نطرق المبدأ رقم 4، عنوانه الاستفادة من المفاجأة. إذا كانت شي مفاجأة خصنا نستفيد منها. فكما قلنا سابقا، بينما يحتوي التخطيط السببي الكلاسيكي على وضع هدف محدد مسبقا، ثم البحث بعد ذلك عن الوسائل والآليات المادية والبشرية لتنفيذه، مع الاعتقاد أن خطة عمله لو بيزنس بلان اللي دار قد أخذت بعين الاعتبار جميع الاحتياطات لتجنب كل مفاجأة. لكن لسوء الحظ عمليا ليست الأمور على هذا المنوال هذا، لأن علاش؟ لأن هناك تقلبات وهناك مفاجآت، خصوصا هذه السنين الأخيرة التي تعرف تغيرات سريعة في جميع المجالات لا يمكن ضبطها مسبقا، من المستحيل. وبذلك يصبح رئيس المشروع مصدما شيئا ما، ولا قاعد نقوله محبط بمفاجأة لم يتوقعها. وهذا الإحباط كيدي بعض المرات إلى تعطيل التفكير في إيجاد حل مناسب، بل في بعض الأحيان الإفلاس الكامل للمشروع لا قدر الله. فبينما مبدأ التأثير اللي هو موضوعنا اليوم البرنسيب إفكتوال، فيرتكز أولا على رجل العمل وكيف التعامله، كيفية تعامله ومبادرته واختيار أحسن حل مناسب مع المعطيات والإمكانيات بشوش بهم. وأفضل مثال اللي يمكننا نعطيه في هذا المبدأ هو تعامل بلادنا الحمد لله مع وباء كورونا 19، الذي كان سريعا ومناسبا مع إمكانياتنا، وكان مثلا للعالم كله، كما كانت مناسبة لاستظهار تبين خلالها فائدة التضامن الاجتماعي والإبداع والمهارات الجماعية وقدرة المغربي على فعل الكثير في جميع الميادين. إذن خطة طبقها كل المقاولين ناجحين سواء في بلادنا أو في العالم كله، بعد النوبات في بعض الأحيان دون الشعور أحيانا، لأنها منطقية وعملية ولها جذور عميقة. طريقة كذلك طريقة تتناسب مع خصوصية المقاولة الصغرى، لأن تعتمد على سرعة التأقلم بفضل كيفية تعامل رئيس العمل ومع المحيط دياله، عمل جماعي بالتكامل من أجل استفادة الجميع. للتشارك عوض التنافس، وخصوصا لوضعية المقاولة الصغرى لضعف إمكانياتها المادية والبشرية، لأن من الضروري باش الواحد كيعمل في واحد الشبكة تعاونية من أجل واحد الفلسفة رابح. وإلى حصتنا الخامسة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.